فرق ما داعي والله. يقول يا صاحبي لك لك الحق من طرف غالي. اسلم ايه ولا يجرحك مثل الخطا من طرف غالي. في عندي قصيده ثانيه بقى خلك. يقول يا صاحبي لا تنشد عن احوالك احوالك تعالوا طيب روحك وفالك وفالك. لا تحسب اني من عن الوقت شاريك 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 لاني بغيتك يا غلا الروح. سالي 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 ولا سل خل خل هاي اوكي سلوى هذه من جدنا. لا سلوى متاكد انه من جدنا. لا يا اخي شاعر من زيد رصيدك معاه. سلوى وبلوى من غلا الروح شافي شافي. ايش في غليل من القلب محمر 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 هذا شواي مشفق على خل على خل الاصابع بليله بليله. انا لا تتقرب لا تقرب تسمع تسمع تطلع ابغاه من حاله. لا لا رقوب يا بقدونس. انا رجال جيت جابني هنا اقابلك. انت طبعا تسمع ابغاك شوي. طيب يلا اكلمك كلام. لا تمسكني ما قلت تمسكني. حط كرسي اعطى البقدونس. يا شباب صلوا على رسول الله. ترى اذكر ان الشياطين مصفده كان لها موجوده مره قلت شياطين. نعم موجود نعم. لا ما موجوده راح. ايوه موجودين اللي جابوا الشياطين. هذا اللي جابوا الشياطين بس يقفل عليه يقول هو بليس متكي معك بالضبط. من هي؟ من هي؟ هذا اللي موجود يوسف. لا 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 ايش تقول؟ شوف شوف جماعه هم اعطوك هذا عشان توضح للناس انه ما معك شيء. لا لا في مشكله. ها خليك خليك امشي قريب. لا في ملف عليك انا قريب ترى مرضى عليك. اي ما حتى المرة مرضى اي والله. وسع الدايره وسع الدايره وسع الدايره على راسي على راسي. شوف خلوه وسع الدايره وسع الدايره. هلا بك انت مو ضبي بينك. طيب صلى على رسول الله. صلى على رسول الله. دقيقه انت صبر بعيد منكم يا اخي. طلع محارتنا يا اخوي. لا 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 زينه زينه وجدها. هذا اخوي ما متكلم. هو هنا اخوي بيساعدني. ما ابغى اتكلم انا في وراي جيش. طيب صح كوفه والله حي ما يتراي. صلى على انت الان انت الان جيتك بالطيب انت منعت لي من الطيب وجيتك انت. ذكرني زمان اول شوي. اوكي انت شو بدك تعرق شو هذا. لا لا تدف لا تدف لا تدف. انا ما ادفع. اسمعني 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 صلى على رسول الله. انا رجال قال لا تقرب منه لا تكلمني. خلاص انا ما بقرب منك ولا بكلمك. كفو كفو كفو. الى متى؟ اللي تبغى. طيب هات يدك. لا لا هات يدك امسك يلا. خلاص اصالح بينكم يا ابو. لا لا شوي شوي اصالح لا يا ولد انت ما تشوف والله انك ذي. لا يا ابو رحمه تعال اسمع 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 والله فتنتوا بين الكزبر وبين ذا. انا زعلان ردوهم في صحن ولا ابو يوسف. صل على النبي قل لا اله الا الله. احنا في شهر الصوم. تعال تعال يا اخوك تعال تعال. اخي جيت تصلح بيننا وجاي يرفضني. انا ضبطك تعال. يبغى يضارب عندي الموضوع عندي الموضوع. ابو يوسف خليك وسع الداري وسع الداري بس لا تدخل اصوات. ايوه طيب بلا شباب خلونا الحان يا شباب. اول شيء يا جماعه هذا اللي انت فيه ما هو واقع. ما حد سالك والله. ما حد كبس صادق ما عليك. طيب اسمع موضوع خاص اذا بنرجع لك. ايش ابو سعد. لا فعلا فعلا ليس هناك من الواقعيه. انت تجرح وتراضي على طول. ايش اسوي؟ صل على النبي. اللهم صل. الرجال كل يجرحهم ويراضي من لنا. عيا راضي. الرجال يعزك ويقدرك ويغليك ويعتبرك مثل اخوه. ايه وانتم اخوان بس ما ادري كيف كنت مثل كنت اغزه من زمان هو. طيب ليش ونفس الوضع يا ابو البراء. فالرجال يعزك ويغليك لكن هو شاعل بخاطره شوي. وانا جيت اصفي النفوس هنا. وجودي في البرنامج تصفي النفوس فقط. لولا الله والله اني ثم انا ذكرتني صح كان في مشاكل. ذكرت انك تصفي النفوس. انا شو كيف تصفي نفسي نفسه. الرجال زعلان عليك واللي زعلان عليك تراضيه ولا ما تراضيه. انا اقول لك سعد زعلان علي. اي زعلان عليك اقول لك الحين. وانا حاولت ارضيه ما حق. زعلان رجال زعلان. يا اخي زعلان بس انا جيتني على جرح ما تضمد. هذا نفسه على الطيب ظهري نفسه. الله 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 الله. فالرجال لا تضحك تسبب على ما ينشدها ينشدها. لا مسني عليش. لا تلمسني على جرح ما يتضمد. الله لا تلمسني على جرح ما يتضمد. يا سعد وش حالك بعد الزعل. لا 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 ل
يبغاك ترضيه. تقبل؟ انا عندي حل. تقبل فيه ولا ما تقبل فيه؟ همك رضا الرجال ولا ما لا هم؟ والله همي قسم بالله. مد يدك. لا 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 سل عسل. سل عسل. لا هنا تبغى يعطي هدي؟ انا باخذ حقي منه. إيه؟ انا بعضه الحين. ما يعض. امس يعض. امس اسمعي امس عض يدي. لا يعني يقرطني ولا لا اسمعني 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 اسمعني. لا كل ولا تزر وازرة وزر اخرى. العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص صح ولا لا؟ صحيح. امس الرجال مسكني وشوف باقي اثره الى الحين. عضني اسمعني اسمعني عضني هنا. وجيت طردت هنا ومسكوه الشباب لانه هو المخطي وقال تعال يا جمعان خذ حقك. وجيت عنده قال تكفى يا جمعان. المعلم انت معك سر خاص لي بكلمه تكفى ذبحني. استغفر الله لو قتل عندي كان قلت انت معي قلت مسموح. من جد يا ولد يا ولد انت ترى شوش معك انا افديك بروحي روحي جمعان. اصبر هذا اللي اصبر ولا من هو انا اصبر خليك سمعني اسمعني خليك انت لا لا كفو متسامح كفو لا سامح طيب مد بديتك مد يدك البعض عشان نتصافى اسمع لا لا يا ولد اسمع خليني اكمل هرجه يا سعد اعطيني يدي لا لا تعطيني يدي انا اكمل هرجه اسمع يا ولد وجيت هنا وقالت تكفى يا جمعان تكفى يا جمعان والشباب عطوا يده عطوا عدس انت خلاص بنتقم بنتقم بس خليت جمع قال تكفى يا جمعان فرمي ايده كذا وروح حلو خليتها صح ولا لا يا سعد؟ انت شفت ذا الشيء؟ لحظه لحظه اصبر خليتها صح؟ اي سامحت يعني؟ ايه ليش تقدر ترجعها الحين؟ الحين يا طويل السلامه يوم شفت الرجال يبغى ينتقم مني ما هو منتقم ما منتقم ايش اجل؟ الرجال يبغى يبغى ترضيه بس هي بس الحين لو جيت عيدك يا رجال تكلم يا اخوي احنا عندنا شرع يا ولد السن بالسن والعين بالعين انا ايش جرحتك انا قط فهمت علي؟ ترى بوجعك لا لا ما توجع منهم يسمعونك خلق الله متى بتفك؟ ما فكها بقعد دام مساكها لا 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 ما استفدنا ما نعطيك يدي ها؟ ما يهمتك يعني والله بانت والله بفضل طيب متى بتفك؟ والله بفضل طيب متى بتفك؟ والله انا اوجعك لا لا طيب توجع بس متى بتفك؟ ابغى افكها لين انا اشبع لا انا 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 فكيتك بطل صاروا غريبي لا يا قرطني اسمع اسمع لا لا اصبر معلم ها والله ما انساها شوف خلاص طيب خلاص انت سامحتنا اقول ما بسامحك انت اللي خلاص اسكت ما اللي اعطاني يدي انت هات لا ما اعطيتك يدي مثل ليش؟ حط يدك وحط يدي يلا ها؟ حط يدي طيب وسع الدائرة وسع الدائرة في تفاحة صوت يضحك يضحك ها؟ ها؟ لا لا خلاص سامحوني تعال تعال لا لا يزعل رجع بس في تداخل اصوات وفي طيب هات ها؟ خسر في شيء يقول تعال طيب تعال ما تفكني على يدك والله العظيم والله العظيم اقسم بالله تني سيبك شيء ما توقعه ما تعود مشيت ما بطول بس ما طول هنا ما بطول المهم بعطيك واحد ثاني يا طول مساء بس خلاص انتبه تفكني على طول انتبه تفكني على طول او انتبه تفكني على طول ما اذا مسكتها هذا الناس يا ابو يوسف خلك حنين على الرجال خلاص عشان قالوا لك ذولي ولا عندك كذا بس ما تطول عليه اهلا بك ها ما تطول عليه وبعدين تصل فوز طيب واذا 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 باقي في جرح لمستني عليه ما تضمن وش بيسوي هو؟ لا لا خليني اقول لك شيء انت الحين رد حقك بدنا نتفاهم في الموضوع الثاني ما تطول ما تطول ما تطول ما تطول ما تطول ولا يا اخي اسكت يا اخي اظن ساكت الله لا يا عطنا ازاي يلا اسكت تاكلني خير خير طيب طبعا صالح ايوه خلينا ناكل يد الرجال والله اي أيوة والله صالحني لا خلنا نتفاهم انا صفي بينكم الحين تبون علي اصفي بينكم تبون علي بس 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 يا ولد بخليك تقرطون انت اصفي بينكم انا قاعد الحين اصفي بينكم هذا ذاتي بس تكني على طول امسكني امسكك يلا بعدك اي واحد حلو لا لا ايده في عرق كان عضيت كان عضيت هذا لو يقول تعال قطعها ما بقطعها ولا بقربها كم مسكته كم جوت كم جوت عضيتها الى هم ان تنعرق لا 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 ل
والله تصدقون؟ نشوف متى تصدقون دقيقة. ما انحشت ما انحشت ما انحشت ما تموت انا ما تبغى اصفن فوز ما تموت انا عطوني خليني اصب براسي بغيت اموت انا طيب خلاص خلاص انا بغيت اموت انا بقت شيء ما ينذاك تعال بركه الله لا ما في على كيف قلت ضمضم رجع زعلان ايه تصافي زعلان ايه تصافي يا ابو لو جلست ما ابغى تصافحك جاني ذاك ايش رايك انت ضارب عشان انا موافق انا موافق لحظه لحظه اسمع اسمع انت ماسك انت معي انا بامسك بشعرك وانت تمسك بشعري اللي على ذي ها اللي على ذي اطلع اطلع يلا سلام سلام الله سلام سلام الله لا يلحق اليوم ولا امس الصبح لا تمسك الرجال لا تمسك الرجال واخريك ترى اللي ربي يسمعي خلنا نحطه هذي شوي عشان اسمع التوجيهات يمكن ما احنا واقعيين ما هو كيفك شي تمسع رسول الله انا جاني دوخه يا ولد يلا يلا اسمع ايش تبغى عطني الحين بيتين او شيء رضا نفسي بيتين فيني فيها تطيب خاطر بعد عطني شيء ذا الحين كذا بيتين خليني اجيب اتكلنا على الله كل شيء نشل اللحنا شقه ونحمل كل طيب عطى اللحن ذا نفس اللحن ذا في ذمتي انك عزيز وغالي في ذمتي انك صدق ومثالي الله الله في ذمتي انك مميز عن الناس وان الوفاء والطيب لك منهج وساس شوين في ذمتي انك صدق انك عزيز وغالي في ذمتي انك مميز عن الناس عشان كذا خلاص ما بقى يا اخي ما في اتصال فعال ما في اتصال فعال يا ولد ابتسم طيب روح كذا وتتلاقى أيوه. لا لا ما لا بعد خلها بعد المضاربه في ذمتي انك صدوق ومثالي وان الوفاء والطيب لك منهج واساس من كان له الحين فليحتاج بس قايل لك من بدري انا انت غبي احترام لك شوف مبتسم ترى الى الحين انت اسمع 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 هذه فرصتك هذه فرصتك هذه فرصتك فرصتك تعب دفيتني وعورتني دفيتني عورتني اقول الله يحللك وبيحك لانك جزء ثاني انت انا اقدر يطوعني قلبي نسوي بك حاجه على طول يجي بعلوم هذه على طول تصالحوا جعل ربي يسعدك يا صاحبي حان الوداع والدمع ما منا عذر لكن انا لاني هنا اشعر بتكريم وفخر لاني بما عرفتك فخور والعذر منك في القصور حتى لو الدنيا تدور تبقى على مر الدهر غالي على الغالي تموت تفداك روحي والعيون تفداك روحي والعيون لانك اخو لانك صديق لانك لو صدري يضيق ادري بتعرف وش بلاي وادري بان شوفك دواي الله كم من يوم راح كنا بها نفرح سوا نبكي سوا وجراحنا نفس الجراح لكن جسد فارق جسد وارواحنا متواصلة نبقى على مر القهر درب الأمل بنواصلة مشروع الصلح نجح غير واقعية بين الله وجهك يا ابو الله يخليني لهم غير واقعية صح؟ تعال جمعان سعد جمعان وسعد